تقع منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين داخل أوراسيا. ثمة جبال شاهقة وصحاري شاسعة وأنهار متدفقة وواحات مفعمة بالحيوية. في فترة ما بين 221 قبل الميلاد إلى 220 ميلادي، عمل أبناء مختلف القوميات في منطقة شينجيانغ بكد واجتهاد وحكمة لأجيال متتالية، بحيث طوروا وبنوا ودافعوا معاً عن هذه البقعة من الأرض. لن يسمح التاريخ بتشويه الحقائق وإنكار الوقائع. شينجيانغ جزء لا يتجزأ من أراضي الصين المقدسة. جميع أبناء المجموعات العرقية في شينجيانغ ينتمون لعائلة الأمة الصينية بروابط الدم، كما تتعايش مختلف الأديان هنا بتناغم وسلام، وتتطور ثقافات مختلف القوميات في شينجيانغ بحرية في أحضان ثقافة الأمة الصينية. بعد مرور أكثر من 2000 سنة، تلك الذاكرة المتجددة مع مرور الزمان لا تزال تروي قصص الأصل الذي تنحدر منه شينجيانغ. يطلق على صحراء تكلا مكان التي تقع في وسط حوض تاريم اسم أعمق مكان في قارة آسيا. جفت مياه نهر نيل القديم الذي كان ينبع من جبال كونلون منذ زمن، واختفت علامات الحياة. بإلقاء نظرة على هذه المدينة العريقة من السماء، تجد أنه لا تزال آثارها واضحة بجلاء، حيث تتناثر في محيط الباغود البوذي بشكل دائري أنقاض المدينة، بما فيها منازل السكان وقنوات الري وورش الصهر وبساتين الفواكه وحواضر المواشي وغيرها. في عام 1901 بذل البريطاني مارك أرويلشتاين جهوداً دؤوبة سعياً لإيجاد أنقاض نيل التي دفنت على مر الزمان في رمل تلك البقعة. عثر عليها في نهاية المطاف وسط البادية في كتاب رحلة إلى الغرب في عصر تانغ، الذي تم تأليفه وفقاً لما رواه الراهب الكبير شوان سانغ من سلالة تانغ. بعد ذلك هرب شتاين نحو 600 قطعة من آثار نيل النفيسة إلى دولته، ولم يكتف بذلك فاستمرت اكتشافاته في هذه المنطقة على مدار أكثر من 100 عام. في عام 1995 وجد الفريق المشترك الصيني الياباني لاكتشاف الآثار في منطقة أطلال نيل قطعة من حامي الذراع الحريري المطرز الممزق. السحب ووحش البركة والنجوم المطرزة عليه تعرض أمام أعيننا معالم عظيمة تجمع بين العناصر في السماء والأرض. أما الرموز المكتوبة بخط لي الصيني، بزوغ النجوم الخمسة لصالح الصين السلالة الوسطى، فلها مغزى استثنائي. من بين الآثار المكتشفة في شينجيانغ والتي عليها كلمة الصين، تعد هذه القطعة الأقدم. كانت الصين في ذلك الحين تعني المنطقة الوسطى حول حوض النهر الأصفر، لكن مع تقدم التاريخ شهد معنى الصين تغييراً مستمراً أيضاً، حتى صارت اسم الدولة اليوم. في عام 221 قبل الميلاد
وضع الإمبراطور يونغ تشونغ حداً لحالة النزاع الانفصالي الدائر بين الممالك في المنطقة الوسطى للصين الحالية، وأسس السلالة الإقطاعية الموحدة الأولى في تاريخ الصين، سلالة تشين. استجابة لمتطلبات السلالة الموحدة الكبيرة، استبدلت سلالة تشين النظام الإقطاعي القديم بنظام المحافظات والولايات، ووحدت المعايير للقوانين والألفاظ والقياسات على الصعيد الوطني، وشيدت شبكة نقل متطورة تربط مختلف مناطق السلالة. رغم أن سلالة تشين لم تستمر سوى بضع عشرة سنة فقط، لكنها ساهمت في ربط مختلف المجموعات العرقية في الأقاليم المترامية الأطراف، وأرست أسس استقبال دولة موحدة متعددة القوميات. ورثت سلالة هان الأنظمة المعمولة بها في سلالة تشين. كان الإمبراطور ليو تشا يبجل أيديولوجية فلسفة كونفوشيوس فقط، مما عزز مقومات التوحيد، فلم تشمل توحيد أراضي الدولة فحسب، بل وتوحيد قلوب الشعب أيضا. في قلب الإمبراطور ليو تشا يشير هدف التوحيد إلى المناطق الغربية. خلال الفترة من عصر سلالة هان إلى أواسط أواخر سلالة تشينغ، كانت تدعى المناطق الواسعة في شمال وجنوب جبال تيان شان في شينجيانغ بالمناطق الغربية. قبيل عصر سلالة هان الغربية، كانت المناطق الغربية تحت سيطرة أبناء القومية البدوية الصينية القديمة الهون. نشأت هذه القومية في هضبة منغوليا في القرن الثالث قبل الميلاد، وبهدف البقاء والتوسع شرع أبناء الهون في غزو المنطقة الوسطى بوتيرة مكثفة. كان الهدف الأصلي لأمر إمبراطور سلالة تشين بتشييد سور الصين العظيم هو صد هجمات جنود الهون. لكن الإمبراطور الشاب لسلالة هان صقل عزيمته لتغيير هذا الوضع، واثقاً في أن السلام لن يتحقق قبل التغلب عليهم بالقوة. قبل اندلاع المعركة، أثارت قومية بدوية أخرى لطالما كانت تطارد من قبل قومية الهون انتباه الإمبراطور، ألا وهي قومية يواتشي. هؤلاء البدو الذين كانوا يعيشون في مدينة دونغ هوانغ في مقاطعة غانسو وشرق جبال تيان شان في شينجيانغ حالياً، انهزموا أمام جنود الهون، مما اضطرهم للهجرة إلى وادي إيلي، ومنها لمنطقة آسيا الوسطى البعيدة. في إحدى الرسوم الحائطية الموجودة في كهوف مواغاو بمدينة دونغ هوانغ، سجل الفنانون من عصر سلالة تانغ هذه اللحظة المهمة في تاريخ الصين. في عام 138 قبل الميلاد، قام إمبراطور سلالة هان بتعيين تشانغ تشيان كمبعوث خاص له، سعياً إلى شن هجوم على جنود الهون شرقا، بغية تحقيق الهدف العظيم لتوحيد المناطق الغربية. تخطى تشانغ تشيان جبال بامير حتى وصل ما يعرف حالياً بأفغانستان في آسيا الوسطى. في ذلك العصر قبل نحو 2000 سنة، وبدون وسائل اتصالات ومواصلات حديثة، يعني السفر إلى المناطق الغربية مواجهة المخاطر الكامنة والطرق غير المعروفة ومصيراً مجهولاً. في الفترة من عام 127 قبل الميلاد إلى عام 119 قبل الميلاد، بدأ مجموعة من القادة العسكريين المشهورين يصعدون خشبة مسرح التاريخ، وشرعوا في تحقيق طموحات سلالة هان العظيمة لتوحيد المناطق الغربية. أنشأ إمبراطور سلالة هان ولايات أووي وتشانغ إيا وتشيوتشوان ودون هوان على طول ممر خشي، والتي تعرف اختصاراً باسم الولايات الأربع، مع منفذي يانغوان وإيمونغوان في دون هوان. وصارت الولايات الأربع والمنفذان بوابة استراتيجية للدخول في المنطقة الوسطى إلى المناطق الغربية. بعد رحلة استمرت لنحو 13 عاما، ظهر تشانغ تشيان عند البوابة الرئيسية لمدينة تشانغ آن بشكل مفاجئ. لم يرجع من أفراد الوفد المكون من حوالي 100 شخص
سوى تشانغ تيانغ ومعه تانغ ييفو إلى سلالة هان. من ناحية عسكرية لم تعد ترغب قومية يواتشي المهاجرة في القتال مع قومية الهون، لكن رحلة تشانغ تيانغ إلى المناطق الغربية زودت الأخيرة بمعلومات قيمة عن سلالة هان، بينما مكنت إمبراطور سلالة هان من معرفة أحوال تفصيلية عن المناطق الغربية أيضا، مما ساعد في تسريع وتيرة توحيد سلالة هان الغربية للمناطق الغربية. استخدم المؤرخ الكبير سيما تشيان في السجلات التاريخية كلمة رحلة الفتح للوصف بشكل حيوي القيمة التاريخية لرحلة تشانغ تيانغ إلى المناطق الغربية. Tang Tian is indeed a very important figure. He was dispatched by the Han Emperor to explore the lands to the west, and he went to the Tarim Basin, and he spent actually some time as a prisoner there. And I think, I mean, during his travels, he encountered a lot of different cultures of which the Chinese court had not known so much before. And I think what are the consequences for that is that for the first time, because of reports, the Chinese Central Administration had some really more detailed geographical, cultural, but also political knowledge of the Tarim Basin and the areas even further to the west. جنوب سفح جبال تيانشان تقع منطقة لونتاي غرب محافظة باين غولينغ ذاتية الحكم لقومية منغوليا. كانت هذه المنطقة بلدة مهمة في المناطق الغربية خلال عصر أسرة هان الملكية، بين أطلال عدة آثار قديمة يقوم عمال الآثار بالبحث عن أطراف خيوط للبلدة العريقة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 2000 سنة. آثار السواد الفحمي تشير إلى تعرض تلك المباني المدفونة للحرائق في السابق. بالمقارنة بين السجلات التاريخية وبقايا الآثار، اكتشف الباحثون أنه من المرجح أن تكون أنقاض هذه المباني موقع أقدم دواوين مقاطعات المناطق الغربية التي أنشأتها سلالة هان الغربية في شينجيانغ. في عام 60 قبل الميلاد استسلم ملك الهون ريشو في نهاية المطاف، وحققت سلالة هان توحيد المناطق الغربية بالكامل وأنشأت هنا مركز الحكم للمناطق الغربية. عين تشانغ تشي كأول حاكم على المناطق الغربية، مما يرمز إلى إدراج منطقة شينجيانغ ضمن خارطة الصين الرسمية. دونت في كتاب سلالة هان أسطورة تشانغ تشي الجملة التالية: بدأت المناطق الغربية في الخضوع لأوامر سلالة هان.汉朝统一西域之后，西域地区各族摆脱了匈奴的残酷统治，加强了中原地区和新疆地区的这个政治经济文化联系，而且给后来新疆的经济社会的发展也营造一个非常好的环境，所以这个当时文献记载就说，西域各地部落匈奴耳目汉，讲的就这个意思，所以它使得国家大一统的这种国家的观念。 بعد خضوع المناطق الغربية لحكم سلالة هان، بنى جنود هان عدداً هائلاً من الحصون وأبراج الإشارة الدخانية في المناطق الغربية، ومهدوا كثيراً من الطرق التي توازي سور الصين الممتد من سلالة هان إلى بحيرة لوب نور. During the Han, at the height of Han power, you had those garrisons. You think of the beacon towers out across the Silk Road, all manned by Chinese soldiers who are keeping records and so on. تقع على عاتق حاكم المناطق الغربية مسؤولية رسم الخارطة وإحصاء السكان وتفويض المسؤولين وتعيين القادة أيضا. يمكننا تخيل مدى انشغال الحاكم تشانغ تشي آنذاك بصفته قائداً عسكرياً وسياسياً بأعلى رتبة في المناطق الغربية. أبدع هو وحكمه نظام حوكمة جديد، مما أرسى لبنة أساسية للسلطات المركزية التالية في حكم وإدارة شينجيانغ. يمكن
يعد هذا الختم الصغير دليلاً نفسياً على حكم سلالة هان الغربية للمناطق الغربية. نقش على هذا الختم 5 رموز: هان، هوي، تيان، تانغ، مما يبرهن على تفويض السلطة المركزية لزعيم قومية تيانغ لحكم وإدارة أبناء القومية والاعتراف بصلاحيته. هان هو اسم الدولة، وغوي تيانغ اسم قبيلة، وتانغ زعيم القبيلة، والختم منح لزعيم القبيلة الحدودية الذي خضع لحكم السلطة المركزية. وفقاً لما سجل في كتاب هان، سواء أكانت ألقاب المسؤولين والنبلاء أو الكلمات المنقوشة على أختامهم، كلها تبدأ برمز هان، ذلك لتأكيد أن المناطق الغربية مثل المنطقة الوسطى تخضع لحكم وإدارة سلالة هان. خلال الفترة من أواخر عصر سلالة هان الشرقية إلى عصر الممالك الست، ظلت الصين في وضع الحكم الانفصالي، ما عدا في عصر سلالة تشين التي حققت التوحيد لوقت وجيز. لكن كل هذه السلطات التي نشأت في المنطقة الوسطى ورثت نظام الحكم لسلالة هان، حيث استمرت في ممارسة حق حكم المناطق الغربية. خلال هذه الفترة أنشئت في منطقة توربان اليوم محافظة غاو تشانغ، الأمر الذي يرمز إلى ظهور نظام المحافظات والولايات المعمول به في المنطقة الوسطى في المناطق الغربية لأول مرة، كما يدل على تقارب الأنظمة الإدارية بشكل متزايد بين المنطقة الوسطى والمناطق الغربية أيضا. تعد محافظة غاو تشانغ منطقة توربان اليوم منطقة مهمة على طول طريق الحرير القديم، ومركزاً آخر لإدارة الشؤون العسكرية والسياسية في المنطقة الغربية خلال عصر أسرتي سوي وتانغ الملكيتين. بالنظر من أعلى، تبدو أطلال تشياوخا مثل سفينة قديمة ضخمة تسير بين أمواج بحر التاريخ الشاسع، حيث يمكننا رؤية المعالم الحقيقية للمدن الصينية القديمة قبل نحو 2000 سنة. قد يعود تاريخ بناء مدينة جياوخا القديمة إلى القرن الثاني قبل الميلاد. شيدت المدينة بأسرها بتربة غير معالجة بالحرارة، وتم بناء جميع الغرف والشوارع عن طريق الحفر، ويمكن القول إن البناة حققوا معجزة معمارية بواسطة النحت. الشارع الرئيسي الممتد من الجنوب إلى الشمال يفصل المدينة إلى حيين، شرقي وغربي. الجزء الشرقي هو حي الهيئات الحكومية، أما الجزء الغربي فهو حي مساكن المواطنين وورش الأعمال الحرفية. في سبتمبر عام 640 شكلت سلالة تانغ في هذه الهيئة الحكومية جهازاً جديداً، مقاطعة آنشي، حيث بدأ عصر جديد وأصبحت حوكمة السلطات المركزية للمناطق الغربية أكثر شمولاً. أرسل الإمبراطور الثاني لسلالة تانغ لي شي مين نسيبه تشياو شي وانغ إلى مدينة تشاوخا ليصبح أول حاكم لمقاطعة آنشي في عصر أسرة تانغ. كانت مهمته الرئيسية هي مواجهة تهديدات الخاقانية التركية الغربية وتسريع وتيرة توحيد سلالة تانغ للمناطق الغربية. إذا سافرنا عبر الزمن إلى ما قبل 1000 سنة، فمن المؤكد أن يظهر في هذه الغرفة أمام أعيننا المسؤولون والعسكريون المنشغلون في عملهم. في عام 657 انهارت نفوذ الخاقانية التركية الغربية، فانتقلت مقاطعة أنشي إلى تيوتسي في وقت لاحق، وكانت تخضع لحكمها بلدات تيوتسي وغارشار وخوتان وسولا، وأنشئت في المقاطعة الحصون والمنشآت العسكرية، لذلك أطلق على تلك البلدات اسم البلدات الأربع في أنشي، مما وسع نطاق المناطق الغربية التي تخضع لحكم سلالة تانغ المباشر. عند ضفة نهر الطاووس اليوم لا يزال يمكن للناس رؤية الكثير من أبراج الإشارة الدخانية التي بنيت في عصر أسرة تانغ. بعد التعرض للرياح والأمطار لأكثر من 1000 سنة، لا تزال تقف هنا كشاهد على أن هذا المكان كان يخضع لحكم بلدة غارشار التي تعد واحدة من البلدات الأربع في آنشي.
في عام 2019 اكتشفت في موقع آثار أبراج الإشارة الدخانية في قرية كياك كودوك بمحافظة لوبنور نحو 1000 قطعة أثرية، بما في ذلك الوثائق الورقية واللوحات الخشبية للكتابة وكل الآثار المكتشفة في هذه البلدة العسكرية من عصر أسرة تانغ، تروي لنا بالسجلات الحقيقية نظام الدفاع والإدارة العسكرية في ذلك العصر. الدرع المتبقي لا يزال مربوطاً بشكل مرتب، يمكننا تصور مهابة الجندي الذي كان يلبسه. أما الكلمات شبه الواضحة كايوان عليه فتشير إلى أنه يعود إلى عصر لي لونغ تشي الإمبراطور السابع في سلالة تانغ. بعدما رفع ستار التاريخ، تعرض هذه القطع الأثرية مرة أخرى لنا أسلوب حكم أسرة تانغ المباشرة للمناطق الغربية. في عام 702 بهدف تعزيز حكم مناطق الشمال الغربية الحدودية بشكل متزايد، أمرت الإمبراطورة وسو تيان بإنشاء مقاطعة بيتينغ في محافظة جيمسار اليوم في شينجيانغ، لتتعاون مع مقاطعة أنشي لحكم الجزئين الجنوبي والشمالي لجبال تيانشان. كما أنشأت سلالة تانغ حول المحميتين كونهما محورين الكثير من وصلات البريد وأبراج الإشارة الدخانية لضمان سلامة الطرق وسلاسة المرور بين الشرق والغرب. هذه الإجراءات حولت المناطق الغربية من مجرد مقاطعة محصنة عسكرياً في عصر سلالة هان إلى مقاطعة يسودها الاستقرار في وقت لاحق على نحو تدريجي. بفضل ذلك أصبحت الحركة على طريق الحرير أكثر سلاسة أيضا، وبواسطته وصل التجار والعلماء والسفراء والدعاة الأجانب إلى تشانغ آن، بحيث صعدت حضارة الأمة الصينية المتقدمة على خشبة مسرح العالم وبدأت تبهر عيون الدول الأخرى بنورها الساطع. في أوائل القرن العاشر بدأ نجم سلالة تانغ في الأفول، حيث دخلت الصين فترة الأسر الخمس وممالك سونغ ولياو وتشين. أما المناطق الغربية في هذه المرحلة فتعايشت فيها مختلف السلطات، بما فيها سلالة غارخان وسلالة غوتشو وسلالة خوتان. في أوائل القرن الحادي عشر غزت سلالة غارخان سلالة خوتان وقضت عليها، وفي وقت لاحق ضمت سلالة لياو الغربية التي أنشأها يليو داشي وهو أحد النبلاء من قومية تشيدان سلالة غوتشو وسلالة غارخان إلى نطاق حكمها على التوالي، مما حقق التوحيد الجزئي في المناطق الغربية.当中央王朝弱的时候呢，它的掌控力量就弱，但是呢，有个特点在哪儿呢？它不像就是我实际上有的国家强大的中央王朝一旦崩溃了，它这个国家就解体了。但是我们中国不是，我们中国的是它的分分合，从三国演义的话来说，分分合合，合合分分，是吧？分就必合啊，它是这么一个规律，而且呢，它这个规律是每一次分以后。 يربط بين وادي إيلي وبحيرة سليم جسر طويل يبلغ طوله 28 كيلومترا، وهو بمثابة قوس قزح شيد فوق الأجراف والأودية. كل من يرى ذلك الجسر يدهش بمهابته العظيمة. بإمكان التكنولوجيا الحديثة أن تواجه التحديات التي تفرضها الجبال الشامخة، لكن عبور وادي الفواكه صعب للغاية بالنسبة للناس في قديم الزمان. قبل قرابة 800 سنة عندما وصل جيش المغول إلى هنا، وقفت تضاريس الوادي حائلاً دون تقدمه أيضاً. لذلك ترأس جعتاي النجل الثاني لجنكيز خان الجيش لتمهيد الطرق وتشييد الجسور. وفقاً لما سجل في الكتب التاريخية،
شيدوا ما مجموعه 48 جسرا. قضى جيش المغول على سلالة لياو الغربية في عام 1218 بحيث أصبح الشمال وجنوب جبال تيان شان بأكملها تحت حكمه. سيطر جنكيز خان على أراضي مترامية الأطراف، لكن كيفية إدارتها أصبحت المشكلة الأولى التي تشغل باله. كان الحل هو الحفاظ على تقاليد المناطق المفتوحة وإرسال حاكم دارو خاتشي كمسؤول مراقب ليرابط فيها. لا شك أنه نمط إدارة فعال للمراقبة في ذلك الحين. وفي مختلف المدن في المناطق الغربية كان حكام دارو خاتشي يطلعون بمسؤولية تسجيل السكان وجمع الضرائب وتوقيع الوثائق لإرسال الجنود. كما أنشأت السلطات المنغولية دائرة باشباليغ لشؤون المقاطعة ودائرة أومو ديريا لشؤون المقاطعة في المناطق الغربية على غرار النظام المعمول به في سلالة تشين. إنها المرة الأولى التي يظهر فيها نظام دائرة شؤون المقاطعة في المناطق الغربية. في عام 1272 نقل غوبلاي خان حفيد جنكيز خان عاصمة السلالة إلى بكين اليوم، وباتت سلالة يوان التي أسسها أول سلالة موحدة أنشأها أحد أبناء إحدى الأقليات القومية في تاريخ الصين. بناء على التجارب الناجحة في المناطق الغربية، شرع غوبلاي في تطبيق نظام دائرة شؤون المقاطعة. في جميع أنحاء السلالة صار هذا النظام الأسلوب الإداري الأكثر رواجاً في الصين بعد القرن الثالث عشر. حتى في عصرنا الحالي لا تزال آثار النظام موجودة في التقسيمات الإدارية الصينية. بعد تأسيس أسرة مينغ الملكية، أنشأ الإمبراطور الثالث لها تشو دي جهاز هاميوي عام 1406 لمواصلة إدارة الشؤون العسكرية والسياسية في المناطق الغربية. خلافاً لأسلوب إدارة الأباطرة في مملكتي هان وتانغ عبر إرسال المسؤولين المرابطين إلى المناطق الغربية، عين تشو دي زعماء من أبناء الأقليات القومية في منصب قائد الشؤون السياسية والعسكرية للمناطق الغربية. أطلق عليهم اسم أمير الولاء والخضوع، ذلك لتوضيح العلاقة بينه وبين مرؤوسيه وأيضاً طبيعة المنصب المتمثلة في الإدارة بالوكالة. طوال فترة الحكم لسلالة مين تم تعيين القادة الرئيسيين للشؤون السياسية في المناطق الغربية ومنحهم الألقاب التشريفية من قبل الأباطرة أنفسهم، كما حافظ هؤلاء الأمراء على علاقة تبعية جيدة بين المناطق الغربية وسلالة مين أيضاً. في القرن السابع عشر نشأت قوة قبيلة ديزنجار في أويراتس منغوليا بشكل تدريجي. في عام 1680 فتحت قبيلة ديزنجار تحت رئاسة غالدان وقضى عليها، لكن طموحات غالدان العريضة منعته من الخضوع لحكم سلالة تشينغ كزعماء القبائل الأخرى، فشن حرب تمرد ضدها. بعد نحو 7 عقود من القتال المستمر، استعادت سلالة تشينغ مرة أخرى التوحيد الكامل لمنطقة شينجيانغ في أعقاب الممالك العديدة في التاريخ. تحتفظ المكتبة الوطنية الصينية بأكثر من 3 ملايين من المؤلفات الصينية القديمة النفيسة فيها. رسمت خارطة سلالة تشينغ في عصر الإمبراطور تشيانغ لونغ في عام 1761، أي العام 26 من محافظة الإمبراطور. إنها أول خارطة دولة في العالم رسمت بخطوط الطول والعرض، واستعانت بتقنية القياس الغربية الأكثر تطوراً.
القياس الميداني لمقاطعة شينجيانغ بعد توحيدها أكمل الخارطة التي لم يتم رسمها بالكامل في عهد الإمبراطور كانغشي، كما وضعت على الخارطة ملاحظات تشير إلى أن شينجيانغ جزء لا يتجزأ من أرض الصين. في عام 1765 أصدر الإمبراطور تشيانغ لونغ مرسوماً طالب فيه الرسام الإيطالي جوزيبي كاستيلجيون وغيره بإعادة رسم الرسومات الخطية للعمل الفني ذكرى الانتصارات الأربعة الكبرى على الممالك الغربية المؤلفة من 16 رسماً انفصالية. أراد الإمبراطور تشيانغ لونغ استخدام أفضل نحات من باريس لنحت هذه الرسومات على اللوحات النحاسية من أجل الحفاظ عليها كذكرى. مشهد القتال المهيب يجعل الناس يشعرون بأنهم في ميدان الحرب، ومشهد العودة بعد الانتصار يسرد عزيمة الملك القاطعة على تحقيق التوحيد الكامل. 16 مشهداً حيوياً تروي قصة كاملة عن كيفية تحقيق سلالة تشينغ انتصارات ساحقة في المعارك ضد المتمردين من قبيلة دزنجار والثوريين الذين قادهم خوج الكبير وخوج الصغير. نصب المآثر هذا والذي ينحت عليه خط يد الإمبراطور تشيانغ لونغ لا يزال يقف شامخاً في ساحة القتال السابقة على جبل غوندونغ. لا يقدر هذا النصب شجاعة المقاتلين من مختلف القوميات الذين شاركوا في المعركة فحسب، بل وينبه الناس في شتى أنحاء العالم أيضاً بأن شينجيانغ جزء من أراضي الصين إلى الأبد. من أجل تعزيز الاستقرار في منطقة شمال غربي الصين الحدودية، أمر الإمبراطور تشيانغ لونغ بتعيين القائد العام لحكم إيلي وغيرها من المناطق كقائد بأعلى رتبة في مقاطعة شينجيانغ. كان قد تولى نحو 40 وزيراً في سلالة تشينغ هذا المنصب على التوالي لتحمل المسؤولية عن الشؤون العسكرية والسياسية في شينجيانغ. أطلق الإمبراطور تشيانغ لونغ على قصر قائد إيلي اسمه ويوان، والذي يعني المكان البعيد الذي تصله نعمة الإمبراطور. في مطلع صيف عام 1877 وصلت المذكرة التي طال انتظار الإمبراطور كوانغشي لها إلى القصر الإمبراطوري من منطقة شمال الغرب الحدودية أخيرا. في الوقت نفسه بسبب استعمار قوات محمد يعقوب بك والإمبراطورية الروسية انهارت معظم المنظومات السياسية والعسكرية التي كانت موجودة في شينجيانغ. عدد سكانها بشكل كبير وأصبحت معظم أراضيها محروقة وجرداء. كان سواتون تانغ الذي قدم المذكرة إلى الإمبراطور يعالج مختلف المشاكل جراء المعركة في شينجيانغ. كتب في المذكرة أنه في المسعى إلى وضع سياسات تضمن الاستقرار والأمن الدائمين في شينجيانغ وتخليص السلطة المركزية من الهموم والقلق إزاء المناطق الغربية، يجب تطبيق نظام المقاطعات والمحافظات والولايات في شينجيانغ. تلك الحاجة ملحة ولا تسمح بأي تأخير. شينجيانغ 建省呢 是我们国家近代史上一次重大的历史事件，也是新疆历史上重大的历史事件。新疆建省之后呢，南疆地区也实行了郡县制，实际上新疆地区的行政建制也统一起来了。 في 17 من نوفمبر من عام 1884 أصدر الإمبراطور غوانغشي مرسوماً أعلن فيه إنشاء مقاطعة شينجيانغ، ذلك يعني عودة الأرض القديمة إلى حضن الوطن مجدداً. كما حدد مدينة ديهوا أورموتشي حالياً كعاصمة للمقاطعة، وعين ليو تشينتانغ أول حاكم لها. في عام 1912 استجابت شينجيانغ بشكل نشط لدعوة الثوار الذين أسقطوا الإمبريالية فيها، ثورة 1911 باعتبارها مقاطعة للصين القديمة. وظلت شينجيانغ تخضع للحكومة المركزية، وعلى الرغم من ظهور مجموعات انفصالية بشكل مؤقت خلال تلك الفترة، لكنها سرعان ما قضى عليها أبناء الشعب من مختلف القوميات بفضل النضال الحازم. كما قال السيد سون ياتسن: الصين دولة موحدة، هذا محفور في الوعي التاريخي لبلادنا. بفضل ذلك النوع من الوعي
نجحنا في البقاء على قيد الحياة كدولة. في صيف وخريف عام 1949 حقق جيش التحرير الشعبي الصيني انتصارات حاسمة في أرجاء البلاد كافة. كانت الصين الجديدة تشبه شمس فجر طالعة تنشر شعاع الأمل والحيوية. في يوم العاشر من سبتمبر بعث ماو سي دونغ ببرقية إلى بونغ داخواي طلب فيها إنشاء لجنة الشؤون العسكرية والسياسية في شمال غربي الصين لتتولى الأعمال العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية في المقاطعات الخمس شمال غربي الصين. 前新疆省主席鲍尔汉，警备司令陶世月等，充电脱离蒋匪帮反动政府，归向人民阵营。مدفوعا بالجبهة الموحدة للحزب الشيوعي الصيني، بعث تاو شي يو رئيس قيادة الحامية في شينجيانغ ببرقية من شأنها شن انتفاضة يوم 25 سبتمبر. وفي اليوم التالي بعث بورهان رئيس حكومة مقاطعة شينجيانغ ببرقية مشاركة الحكومة في الانتفاضة معلناً عن تحرير شينجيانغ بطريقة سلمية. بعد 3 أيام رد الزعيم ماو سي دونغ والقائد توتا برقيتيهما ببرقيتي تقدير دعوا فيها العسكريين من حزب الكومينتانغ لدى حكومة شينجيانغ إلى الكفاح من أجل بناء شينجيانغ الجديدة. دوت قذائف المدفعيات في مراسم تأسيس الجمهورية، سمعها بونغ داهواي عن طريق الإذاعة في مسكنه بمدينة لانشو. وفقاً لترتيبات اللجنة المركزية، كان من المخطط أن يسافر إلى تيو شوان لقيادة العمل المتعلق بدخول الجيش إلى شينجيانغ، وكان سي تشونغ سيون مكلفاً بمباشرة أعمال التنسيق والتخطيط لقوات الجيش في مدينة شيان. في يوم 10 أكتوبر قاد وانغ تانغ الجيش لبدء عملية الدخول إلى شينجيانغ. التحرير السلمي لشينجيانغ هي الظروف الناضجة لإنشاء لجنة الشؤون العسكرية والسياسية في شمال غربي الصين. في 19 يناير 1950 تشكلت اللجنة رسمياً في شيان، وتم تعيين بونغ داهواي في منصب الرئيس لها، وتم تعيين شي تشونغ سون وتشانغ تي تشون في منصب نائب له. قال شي تشونغ سون في الخطاب الذي ألقاه في الاجتماع: إننا واثقون من أن القضية المجيدة لبناء منطقة شمال غربي الصين الحديثة بالتأكيد ستحقق النجاح. تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الشؤون العسكرية والسياسية في شمال غربي الصين، بدأت شينجيانغ التي اجتازت أكثر من 2000 عام من التاريخ عصراً جديداً ستشهد فيه تغييرات هائلة.